السلام عليكم حبايبي المتابعين. أمانة وردتني صراحة عدة أسئلة عن غاز 407 وبالخصوص غاز 407C، وهل هذا الغاز بديل لغاز 22 أو لا؟ وأيضا تفاجأت أن بعض المتابعين من الدول العربية الشقيقة يعني قالوا أن غاز 22 تم إيقافه وعدم استيراده لهذه الدول، يعني الحين خلاص هذا الغاز غير متوفر. زين، وأمانة يعني اللي أنا عارفه أنه ممكن غاز 22 ممكن يعني سيتم حظره في حدود ممكن من بعد سنة 2030 أو 2035 يعني وفوق، لكن ما أعتقد. زين، وبسبب يعني مثل ما تعرفون أن الحفاظ على المناخ والبيئة ومن هذا الكلام. وأمانة يعني الغازات هذه كلها يعني كل سنة تسمع بمعلومات أو يعني معلومات تخص هذه الغازات ونسبة ضررها على الأوزون، وكل مرة يعني تجيك معلومات غير شكل. المهم ما علينا من هالكلام، الكلام يعني المهم في هذا المقطع أنه هل غاز 407C بديل لغاز 22؟ الإجابة الله يحفظكم نعم، إذا لم يتوفر عندك غاز 22 فبإمكانك الله يحفظكم أن تشحن غاز 407 كبديل لغاز 22 وليس غاز 410. يعني ما تستبدل غاز 22 بغاز 407، غاز 410 ليس هو البديل لغاز 22، ولكن غاز 22 هو البديل لغاز غاز 407، ايوه سي، خاصه سي هو البديل لغاز 22. زين، ولكن هناك صراحة شروط لهذا الاستبدال أمانة، يعني مو بأي واحد يجي ويقول لك أنا أبغى أبدل غاز 22 بغاز 407. وأول هذه الشروط، بعدين راح أتكلم عن موضوع ثاني يخص غاز 407، وأول هذه الشروط اللي أحفظكم أنك تقوم بتفريغ النظام بالكامل من غاز 22. واحد، تفرغ النظام بالكامل من غاز 22. اثنين، تعمل فاكيوم جيد، لازم تعمل فاكيوم، يعني ما تفرغ وبعدين تشحن غاز 407 لأنه خطأ. تعمل فاكيوم جيد، بعد ما تعمل عملية فاكيوم ما تشحن بالوزن. ثلاثة، لا تشحن بالوزن للنظام لأن الحين اختلف الغاز عن النظام الأصلي، يعني إذا كانت وحدتك تأخذ 1 كيلو من غاز 22 ما تشحن 1 كيلو من غاز 407، غلط. زين، تشحن بضغط الغاز، وضغط الغاز هذا تقريبا في حدود 75، يعني خلنا نقول من 70 إلى 80. زين، ضغط غاز التبريد من 75 إلى 80. الأفضل إذا الحين 4 ما أدري 5، الأفضل إذا كنت راح تشحن بغاز 407 أن تأخذ عدة القياس المناسبة لضغط غاز 407، يعني تكون عندك عدة فيها مكتوب 22 407 134 راح تحصل. ما وجدت، اشحن بالضغط لغاية تقريبا 70 إلى 80. زين، هذه رقم 5 يمكن ولا 6. الشيء الآخر، يجب أن تشحن في المساء يعني أو في الليل، يعني يكون الطقس بارد هادي، ما تشحن في طقس حار، يعني حاول أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من 35، يعني حاول إذا قدرت إن شاء الله، لأن في الليل مستحيل أصلا توصل 40، يعني توصل 35. نظف الجهاز، نظف الفلاتر، تأكد أن عندك الوحدة الداخلية نظيفة، المبخر نظيف، المروحة تعمل بشكل سليم، الفلاتر أيضا نظيفة. حاول أنك يعني تتأكد من نظافتها، ما
مو بنظيفه حاول انك تغسلها على اساس تحصل على جوده تبريد. وايضا زعانف المروحه تاكد انها تكون الغبار والاتربه غير ملتصقه فيها. يعني حاول انك تتاكد ان الوحده الداخليه نظيفه 100% مثل الجديده. ايضا الوحده الخارجيه حاول انك تتاكد ان الوحده الخارجيه هذه نظيفه مغسوله، الضغط يعمل بشكل سليم، المروحه الخارجيه ايضا تعمل بشكل سليم، حاول انك تغسلها. ايضا تاكد ان الكهرباء عندك ثابته مناسبه على 220 الى 240 فولت، لان اذا قلت عندك الكهرباء راح تكون عندك خلل كثير اثناء الشحن. ايضا حاول انك تراقب زين الامبير اثناء الشحن. يعني اذا شحنت حاول انك تشبك كلامب ميتر على خط الحار عندك على الوحدة الخارجية التي تقيس النظام بالكامل، وحاول انك ما تتجاوز امبير التبريد لغاز 22. يعني اذا كان عندك امبير التبريد على T3 لغاز 22 12 امبير او 10، يعني قول 12 11 10 امبير، يعني حاول انك توصل في حدود 9 10، يعني اقل من امبير T3 عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار امبير ونص. يعني مثل ما قلت اذا كان عندك 13 مثلا على T3 حاول انك يكون عندك الامبير اثناء الشحن بعد اكتمال الشحن لغاية 75 تقريبا، او خلي 75 في حدود تقريبا حدود ال 11 ونص، اذا كان 13 في حدود ال 11 ونص، يعني لا تتجاوز امبير T3 بمقدار 1.5. وايضا تاكد ان نظامك يتحمل درجات الحراره، يعني اذا كان T3 يكون افضل. اذا كنت انت في منطقه بارده يعني ما ترتفع درجات الحراره فيها فوق ال 45، يعني يفضل ان يكون نظامك تقريبا في حدود ملائم للتي 1. وايضا شو بغيت اقول لكم، ايوه ايضا تاكد يا حبيبي انك تشحن غاز من شركه معروفه، يعني لا تاخذ اي غاز متوفر عندك في السوق، لان الغازات المتوفره في السوق ممكن قد تكون من شركات غير معروفه وغازات مقشوشه وغازات الجوده فيها غير جيده، وبالتالي راح تعاني في المستقبل من عدم تبريد، وممكن راح تعاني من مشاكل ميكانيكية داخل الجهاز بسبب سوء الغاز المستخدم. وأيضا تستطيع، ما أدري والله الحين وصلت يمكن 20 نقطة، وأيضا حبايبي حاول أنك تزيد أو تضيف له زيت بعد ما تقوم بهذه العملية. ضيف له زيت لأنك ما راح تبدل الزيت، ضيف له زيت من خط الراجع، ويكون الزيت هذا أصلي من شركات معروفة الكواليتي مالهم زين، لأن جودة الزيت أيضا راح تأثر على الغاز. استخدم الغازات استخدم الزيوت السنتتك المخلقة الجيدة من شركات معروفة. يعني أنا أقول لك هالأشياء أنت لازم تدور، يعني لازم أنت تبحث عن الغاز الجيد وتبحث عن الزيت الجيد حتى لو كان مثلا ثمنهم باهظ، لأن أنت الحين جالس أو جالس تبدل من نظام إلى نظام، فبالتالي إذا أنت خربطت يعني ما التزمت في هذه المعايير نظامك هذا كله ممكن راح يضرب معك، لأن أنت الحين لا تستخدم الغاز الأصلي ولكن تستخدم غاز آخر، وهذا الغاز الآخر يجب أن يكون نوعية جيدة على أساس أن جهازك يعمل معاه وأنت تحصل على تبريد جيد. ما تقول جمال قال والله بإمكاننا نغير إلى غاز 407C وتتفاجأ أن الحين نظامك أصبح سيء أو تبريده غير جيد زين. ما أدري إذا تذكرت شيء بعد راح أقول لكم. يا حاول أي صح زيت، حاول أنك تعبي تقريبا في حدود 50 ملي 70 ملي من الزيت زين. كل هذه الأمور أنا أنصح الجماعة اللي راح مثلا يشحنون بغاز 407 أنهم يتجنبون دخول الهواء للمنظومة، لأن دخول الهواء للمنظومة أكبر عدو لغاز 410 وغاز 407 والزيوت المخلقة.
زين عدو لدود. شو بعد بغيت أقول لكم؟ والله كنت بقول لكم شيء ونسيته يا ربي أتذكره. زين يا حبايبي أيوة الحين. طبعا مشكلة غاز 407 الله يحفظكم، إذا لم يتوفر عندك غاز 22 أو تم توقيفه أن صيانته تكون صعبة صراحة. يعني غاز 407 سي وغاز 410 عبارة عن غازات يعني مدموجة أو زين مكونة من غازين مختلطين مع بعض. زين غاز 407 سبقا تكلمت عنه مكون من غاز 410 بنسبة 47% مع غاز 134 بنسبة تقريبا 57% ممكن. زين لا مو ب 57 43 47 ممكن 47 مو ب 57 47. وغاز 410 عبارة عن خليط مكون من غاز R32 50% مع 125 50%. لذلك هذه الغازات اللي حفظكم إذا تم إذا صار عندك تسريب داخل النظام يجب عليك أن تقوم بالعملية من جديد، تفريق، عمل فاكيوم، إصلاح أول شيء إصلاح العطل، عمل فاكيوم بعدين شحن. إنزين بالوزن إذا كان نظامك يعمل بهذا الغاز أو إنك تشحن بالضغط. يعني يجب في الصيانة أن تعيد الكرة مرة ثانية، وهذا شيء غير جيد لأنه راح يكون مكلف. أعيد وأكرر، غاز 407 سي هو الغاز المناسب المتوفر في السوق عندنا في الخليج لغاز 22. هل التبريد راح يكون أفضل؟ نعم التبريد ممكن راح يكون أفضل، لأن غاز 407 في 410 زائد 134 زين، ولكن على ضغط شوي مرتفع زين عن غاز 22. بالنسبة للصيانة أقول لكم سيء. هل أنصح أو هل تنصح أنك تستبدل بدون أي سبب، يعني ما عندك أي مشكلة تستبدل من غاز 22 إلى غاز 407؟ أقول لكم لا، خلك على غاز 22. غاز 22 أفضل، تبريده جيد، صيانته أيضا أسهل وأرخص. غاز 22 ممكن يتعامل مع كل الزيوت السنتتك والمينرال اللي هو الزيت المخلق والزيت الغير مخلق. أما غاز 407 يجب أن يتعامل مع الزيوت المخلقة. غاز 22 ممكن يتعامل مع الرطوبة، يعني ممكن يستوعب الهواء داخل النظام. غاز 407 غاز 410 لا يستوعب الهواء، ما يحب هواء، ما يحب رطوبة، لذلك راح يسبب مشاكل. إنزين بس هذا اللي حبيت أقوله. تغيرون شيء في النظام؟ لا تغير شيء، لا تغير لا كبلري، لا تغير لا ضغط، ولا تغير زيت. اشحن مثل ما أنت، ولكن التزم الله يحفظكم بالشروط التي ذكرتها. يجب أن تلتزم بالشروط التي ذكرتها. عندك مشكلة حلها، يعني تقول لي ما حصلت غاز أصلي، ما حصلت زيت أصلي، ما أقدر أسوي فاكيوم، هذا أنا ما أقدر أسوي لك شيء. لا تتوقع جودة تبريد جيدة أو أن نظامك يبرد معاك. زين وأعيد وأكرر، لا تشحن عند ارتفاع درجات الحرارة. وأيضا الغرفة أثناء عمل الصيانة، الغرفة اللي راح تشحن فيها غاز 407 يجب أن تكون حرارتها أقل من 29 درجة. يعني لا تخلي غرفة حارة 35 وتجي تقول لي أنا بشحن، ما يصير، لأن الضغط يرتفع معاك وبالتالي راح يكون عندك خلل. أنت الحين ما تشحن بالوزن، أنت تشحن بضغط الغاز. إذا عندك الطقس الخارجي حار، الغرفة حارة، هذه كلها الأمور راح تخترب معاك. زين حاول أنك تبرد على الغرفة 29 درجة وتحت، الغرفة راح تشحن عليها. وحاول أن الطقس أثناء مثلا هذه العملية، عملية الاستبدال أو عملية الصيانة، أن تكون زين طقس بارد خارجيا، يعني 35 تحت ال 35 مقبول، فوق غير مقبول خلاص. فلا تلومن يا حبايبي إلا أنفسكم. زين إذا أنت ما حصلت على جودة التبريد لا تغير من راسك، لا تقول جمال قال، أنا ما قلت تغير، أنا أقول لك ما عندك، مضطر خلاص متأزم، روح على 407.
في غازات بديلة لغاز 22 عن 407. نعم في غازات موجودة في أمريكا في أوروبا ولكنها غير متوفرة هنا. في ناس يرسلوا لي غازات 477 ما أعرف أنا، ما غازات أول مرة أسمع عنها. هذه الغازات إذا هي متوفرة في أوروبا، في غاز بعد فور قريت عنه 428 ممكن ولا 424 موجود في أمريكا بس غالي. هذا بديل زيرو، هذا بديل لغاز 22 ولكنه غير متوفر. فلا تروح تدور على الصعب، والسهل موجود ومتوفر عندك. خلاص شيء موجود التزم فيه وخذه، مش موجود لا تروح تخترع. لأن الغازات هذه الجديدة المتوفرة في أوروبا وفي أمريكا أسعارها غالية، تكلفتها غالية، فلا ما يجي ما يعني ما يجيبونها عندنا في الإمارات، في الخليج، في الدول العربية، في أي دولة ما يجيبونها، في أفريقيا ما يجيبونها لأنها غالية الثمن. مش معقول أنت تشحن غاز بألف درهم، 1500 درهم، مش معقول، أو 500 درهم، خلنا نقول يلا 500 درهم، مش معقول. ما حد لا أحد يستقبل هذا الشيء أو يتقبل هذا الشيء، ما يرضى. ما في، نحن بروحنا يلا عايشين، أروح أشحن لي غاز ب 500 درهم يعني 200 أو 300 دولار، صعبة جدا. زين حبايبي، بس هذا فرجاء التزموا في هذه الأمور وهذه الشروط. لا أعيد وأكرر، ممكن أنا أكرر الكلام لأن في ناس ما تفهم أمانة. لا تشحن من راسك، زين، لا تقول والله أنا بغير، لا أنا جالس أجرب وأشوف، ومنها تصير عندي أفكار ومعلومات وخبرة عن هذه الغازات فقط، ومن بابها أنت تعرفون يصير ولا ما يصير. وبدل أنتوا مثلا ما تسوون هذه التجارب وتصير عندكم مشاكل، أنا أسويها. التجارب هذه تحتاج إلى شخص فاهم، شحن واستبدال يحتاج أيضا إلى شخص فاهم، مو بأي شخص يروح يشحن. بعضهم يقول لك أنا لا عندي باكيوم مثل ما قلت ولا عندي عدة قياس، أنا شو أسوي لك؟ ما أقدر أسوي لك شيء، ما أقدر أسوي لك شيء. خلاص خلك على غازك، ولا استدعي فني فاهم ودفع له شوي زايد ناقص وانتهى الموضوع. طولت عليكم، وأرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. صراحة كان عندي موضوع ثاني أبغى أتكلم عنه، ممكن راح أجله لأن تكلمت كثير، ما أدري، أحيانا بعض المواضيع صراحة تسحبني، لأني مثل ما قلت أتكلم ولكن ما في فايدة، والله ما في فايدة. يعني في ناس ممكن ما تستوعب، وفي ناس تبغي أي شيء يصير أوكي يصير خلاص بدون فهم. غلط، ما تقدر تسوي أي شيء بدون أنك ما تفهم المنظومة التبريد. لازم أن تفهم منظومة التبريد، غازات التبريد، معدات التبريد، أجهزة التبريد. يلا مع السلامة يا حبايبي.